السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا العالم الذي نحن فيه، كل واحد عالم محل ما يتجه، يرى البشر ويرى العمارات ويرى السيارات ويرى السكك ويرى النساء ويرى الرجال ويرى الفقير ويرى الكبير ويرى الطيارات ويرى البحر ويرى الجبال ويرى الجمال ويرى الطيور. ولكن الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن في هذا كله هناك عظمة. أينما تولوا فثم وجه الله، أينما تولوا فثم وجه الله. أيوة، في حكيم يقول: لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.